دائما ما نسمع أنه المرأة هي الأكثر تسامحا من الرجل وبمواقف مختلفة وعديدة، ويمكن هذا يرجع لتركيبة المرأة النفسية والعاطفية واللي يخليها تزعل بسرعة وترضى بسرعة. بس السؤال هنا، شنو اللي يخلي المرأة تسامح أكثر من الرجل؟ الجواب أيضا حيكون بصف المرأة. فالمرأة تشوف أنه التسامح يفتح آفاق جديدة وبداية لرؤية مختلفة، بالتالي حتكون حافظت على هاي العلاقة وأعطت فرصة ثانية لنجاحها وإبعاد العلاقة من التوتر والعصبية اللي قد يؤدي إلى نهايتها. أما الجانب الآخر اللي هو الرجل اللي يتهم بأنه قليل التسامح وقليل بإعطائه الفرصة الثانية، والمتداول والمعروف عن الرجل بأنه قلبه قوي وما يحن على من يخطئ بحقه. كل ما ذكر بيه جانب من الصحة، لكن العلم والتجارب تقول أنه الأمر هذا يرجع إلى تكوين الرجل العاطفي والنفسي اللي يخليه يفكر بعقله أكثر ما يفكر بقلبه، بالتالي هو مضطر إلى الإجابة والرد بعنفوان وعدم الانصياع إلى قلبه، بالتالي تقل نسبة إعطائه للفرصة الثانية أو الصلح والتسامح بسهولة. وللأسف الشديد هذا التقرير أيده جاب العباس بالنسبة لمقدمات برنامج حرير.